بارك يا سيد. مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. هلم نجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلم نجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلم نجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وإلهنا. بارك يا نفسي يا الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، الاعتراف وعظم الجلال تسربلت. اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، والمسقف بالمياه على لي، الذي جعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين. رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع. تصعد الجبال وتنزل البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض. الذي يرسل العيون في الشعاب، وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها. عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها. الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض. الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض وخمرا تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهيرودي تتقدمها. الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب. صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب. أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيارها ربضت. يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع. هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن. هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى، لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله. الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد، ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب. فليبد الخطأ من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها. بارك يا نفسي يا الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس
والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس من عديدة يا سيد والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل اعتدال اللهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمحزونين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمة بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين إلى الرب صرخت في ضيقي فاستجاب لي يا رب ناجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش ماذا يعطى لك وماذا يزاد يا لسان الغش أنت مثل نبال الجبار المسنونة أنت مثل جمر العرعر ويح لي طال اغترابي وفي خيام قدار سكنت كثيرا طالت غربتي على نفسي كنت مسالما مع مبغضي السلام ولما كلمتهم به قاتلوني بلا سبب رفعت عيني إلى الجبال من أين يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض لا يدع رجلك تزل ولا ينعس حارسك هان حارس إسرائيل لا ينعس ولا ينام الرب يحرسك الرب ستر لك عن يدك اليمنى فلن تلفحك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل سوء الرب يحرس نفسك الرب يحرس دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب ننطلق في ساحاتك وقفت أرجلنا يا أورشليم أورشليم المبنية كمدينة ملتئمة ذات اتحاد إلى هناك صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليعترفوا لاسم الرب لأن هناك نصبت كراسي القضاء كراسي بيت داود اسألوا السلام لأورشليم والهناء للذين يحبونك ليكن سلام في قواتك وهناء في قصورك من أجل إخواني وجيراني دعوت لك بالسلام من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات إليك رفعت عيني يا ساكن السماوات أهما كمثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم كعيني الأمى إلى يدي سيدتها كذلك عيوننا إلى الرب إلهنا حتى يرأف بنا ارحمنا يا رب ارحمنا فأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا كثيرا ما امتلأت نفوسنا فليأتي العار على المخسبين والإهانة على المتكبرين لو لم يكن الرب معنا ليقول إسرائيل لو لم يكن الرب معنا لقام البشر علينا وابتلعونا أحياء
عندما احتدم غضبهم علينا لغمرتنا المياه وجازت على نفوسنا السيول بل جازت على نفوسنا المياه الطاغية. تبارك الرب الذي لم يسلمنا إلى فريسة لأسنانهم، نجت نفوسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، المجد للآب والابن والروح القدس. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أعضد وخلص وارحم، احفظنا يا الله بنعمتك. يا ليسوع. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. دائمة البتولية مريم. مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الذين يتوكلون على الرب هم مثل جبل صهيون الساكن أورشليم، لا يتزعزع إلى الأبد. أورشليم الجبال من حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. لأن الرب لا يدع عصا الخطأ تستقر على نصيب الصديقين، لئلا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. فأنعم يا رب على ذوي الصلاح وعلى مستقيمي القلوب. أما الذين يميلون إلى طرق معوجة فيسوقهم الرب مع فاعلي الإثم. السلام على إسرائيل. عندما رد الرب سبي صهيون أصبحنا فرحين، حينئذ امتلأت أفواهنا سرورا وألسنتنا تهليلا. وقالوا في الأمم قد عظم الرب الصانع مع هؤلاء، عظم الرب الصانع معنا فغدونا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالسرور. سيرا كانوا يسيرون وبالدموع كانوا يلقون بذارهم، وعند رجوعهم كانوا يحملون أغمارهم مسرورين. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل لكم أن تبكروا في القيام وأن تتأخروا عن الرقاد، أنتم يا من يأكلون خبز المشقة حين يمنح الرب أحباؤه رقادا. ها إن البنين هم ميراث من الرب، وثمرة البطن هذه منحة منه، كنبال بيد الجبار كذلك الأبناء الذين أضنكهم السبي. فطوبى لمن يشبع مشتهاه منهم، فإنهم لا يخزون عندما يكلمون أعدائهم بالباب. طوبى لجميع الذين يتقون الرب والسالكين في طرقه. إنك تأكل من أثمار أتعابك فلك الطوبى والخير. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان الذي يخاف الرب. الرب يباركك من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك والسلام على إسرائيل. كثيرا ما قتلوني منذ الشباب، ليقول الآن إسرائيل، كثيرا ما قتلوني منذ الشباب ولم يقدروا علي. على ظهري من الوراء تآمر الخطأ وطالت مؤامراتهم. الرب صديق يقطع أعناق الخاطئين، ليخزى كل الذين يبغضون صهيون وليرتدوا إلى الوراء، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاسد كفه منه ولا حازم الحزم حضنه. ولم يقل المارون به بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، مجد الآب والابن والروح القدس. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسوع. أعضد وخلص وارحم، واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة،
سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية إيمانية فريتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك الإله الصالح المحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين من الأعماق صرخت إليك يا رب فيا رب استمع لصوتي تكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك هو الاغتفار من أجل اسمك يا رب صبرت وصبرت نفسي في أقوالك توكلت نفسي على الرب من انفجار الصبح إلى الليل من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه يا رب إن قلبي ما ترفع وعيني ما تشامختا أناسا عظماء أعلى مني وذوي عجب ما عاشرت فإن كنت ما تذللت بعقلي كما يتذلل الفطيم لأمه برفعت نفسي فأنت تجازيني ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد أذكر يا رب داود وكل دعته كيف حلفا للرب ونذرا لإله يعقوب قائلا إني لن أدخل خباء بيتي ولن أصعد على فراش سريري ولن أعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاسا ولا لصدغي راحة حتى أجد مقرا للرب ومسكنا لإله يعقوب هأنا سمعنا به في أفراثة وجدناه في بقاع الغاب فندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي قامت في قدماه قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك كهنتك يلبسون البر وأبرارك يتهللون من أجل داود عبدك لا تصرف وجه مسيحك أرب حلف لداود بالحق ولا يخلف من ثمرة بطنك أجلس على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهادات التي أعلمهم فبنوهم أيضا يجلسون على كرسيك إلى الأبد لأن الرب اختار صهيون وارتضاه له مسكنا هذه يا راحتي إلى الأبد وهنا أسكن لأني إياها اخترت سأبارك زادها تبريكا سأشبع مساكينها خبزا سأكس كهنتها خلاصا فيبتهج أبرارها ابتهاجا هناك أنبت لداود قرنا هيأت لمسيح سراجا أكس أعداء خزيا وعليه يزهر قدسي هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الزيت المعطر على الرأس النازل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون النازل على جبال صهيون لأن هناك أوصى الرب البركة والحياة إلى الأبد ها بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ساحات بيت إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس باركوا الرب يباركك الرب من صهيون صانع السماوات والأرض المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله يا إلهنا ورجاءنا لك المجد أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا لا يسوع بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة يا الفائق سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك أنت يا إلهنا إله الرحمة والخلاص وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين يا ربي إليك صرخت فاستمع لي استمع لي صرخت فاستمع
الموت تضرعي حين أصرخ إليك استمع لي استقم صلاتي كالبخور أمامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسايا آت استمع لي يا رب. اجعل يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا على شفتي. يتوم القلب إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا مع الناس العاملين الإثم ولا أتفق مع مختاريه. سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخطي فلا يدن براسي. لأن صلاتي أيضا في مسراتهم قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين بصخرة أسمعون كلماتي فإنها قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم. فإليك يا رب يا ربي عيني وعليك توكلت فلا تنزع نفسي. احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن مآثر صانعي لي. تسقط الخطأ في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى نابو. بصوتي إلى ربي صرخت بصوتي إلى ربي تضرعت. أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه خبر. عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي. هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفو لي فخر. أملت في الميامين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلب نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت ورجائي ونصيبي في أرض الأحياء. أنصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي. أخرج من الحبس نفسي لكي يشكر اسمي. لقد احتملت الصليب والألام في وسط الأرض أيها الرؤوف فمنحت جميعنا النجاة وعدم التألم. لذلك في هذا اليوم الذي هو انتصاف الصيام نضح أمامنا ونشتو له ونصافحه بابتهاج وحبور لنصير جميعنا متلألئين بالفضائل الإلهية ونعاين آلامك وقيامتك المحيا. يا كلمة الله الجزيل الرحمة وحدك. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. أيها السيد الطويل الأنا لقد حصلت ميتا ممتدا على الصليب
ومطعونا بحربة، وسقيت مرارة يا من حول مياه مران على يد موسى إلى عذوبة، فلهذا أبتهل إليك طالبا أن تستاصل من ضمير الألام الكلية المرارة بغسل التوبة، وتوضحني ساجدا لألامك المكرمة. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع لصوتي. إذا ما شاهدنا اليوم الصليب العظيم موضوعا أمام عيوننا، الذي لما سبق موسى فرسمه قديما بيديه اجتاح عماليق، فندن منه برعب ونمسه بنقاوة عقل وشفاء، لأن عليه رفع المسيح فأمات الموت. وإذا ما استحقينا كافة لمثل هذه النعمة، فلنسبح مخلص الكل بالترنيمات الملهج بها من الله، مبتهلين أن نبلغ إلى قيامته الخلاصية. تكون أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. هلم نسجد اليوم للعود الذي ظهر مسببا لنا الحياة، أعني صليب المسيح إلهنا الذي به جرح الموت وتجددت القيامة بإيضاح لنا. نحن الساقطين هاتفين لمنقذنا، يا من تألمت لأجلنا باختيارك لكيما تخلص الكل، يا إلهنا المجد لك. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت؟ فإنا من عندك الاختفار. لقد منحتنا نحن المسيحيين صليبك يا مخلصنا قوة لا تحارب، الذي به تضحى جماهير الأمم الغريبة، وبه السلامة تظلل كنيستك المستقيمة الرأي حسنا، الذي نصافح الآن ونهتف نحوك بحرارة، أهن أن نكون من حزب القديسيك. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. هلما نطهر حواس النفس بالدموع وننقيها بالصيام، ونشتو لعود الصليب الذي بواسطته تبطل بالإمساك نهضات البشر المفسدة للنفس، هاتفين إلى المصلوب: أيها المخلص، أهن أن نسجد لنور قيامتك ذات الثلاثة الأيام. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. لقد سبقت فدعيت سفرونيوس بسابق المعرفة الإلهية ملقبا باسم العفاف، فحصلت عفيفا في أعمالك، وعادلا وشجاعا وعاقلا ومكللا بالفضائل المشهورة علانية، فوزعتها كما يليق بالنفس والجسد بمثابة قاض كلي التدقيق. لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثمه. أيها الكلي الحكمة، لقد اعتقدت بحكمة أن الكلمة الغير المتجسد المساوي للآب في الأزلية قد اتحد بالجسد بحسب الأقنوم بغير استحالة ولا تشوش، ذا فعلين بما يناسب الطبيعتين، المركب منهما والمشاهد واحدا في كلتيهما، غير منقسم بالحقيقة، وهو معروف فيهما. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها الأب ثيوفانس المتأله العزم، لقد حصلت مدعوا بلقب ظهور المسيح الإله، فاقتفيت آثاره المحيا وأهملت مطربات الحياة، شاخصا نحو الجمال المحبوب منك يا كلي الفضل، متأملا في الإلهامات الإلهية والغايات الكاملة الفاضلة. لأن رحمته قد عظمت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر. أيها الأب ثيوفانس المتأله العزم، لقد كابدت احتمال مرارة النفي بجلادة مع كل ضعفك، ولم تشفق على جسدك أيها الكلي المديح لأجل الإيقونات الشريفة، فحصلت منفيا بغضب لاون وذويه، إذ قد أبطلت مؤامرة عدو العقل وأفكاره الباطلة العزم بالحقيقة وأذويتها. دوكسا باتريكا إيو،
قدس مجد الآب الذي لا يموت السماوي القدوس المغبوط يا يسوع المسيح إذ قد بلغنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا نسبح الآب والابن والروح القدس الإله فيا ابن الله المعطي الحياة إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة لذلك العالم لك يمجد ركيمنا لصلاة المساء باللحن السادس من المزمور 67 سبحوا الله ورتلوا لاسمه مهدوا الطريق للراكب على المغارب الرب اسمه قراءة من سفر التكوين وكلم الرب الإله نوحا وبنيه معه قائلا هانذا أقيم لكم ميثاقي ولنسلكم بعدكم ولكل نفس عائشة معكم من الطيور والبهائم ولكل وحوش الأرض التي معكم من كل الخارجين من التابوت وأقيم لكم ميثاقي ولا يموت كل جسد أيضا من ماء الطوفان فلا يكون أيضا طوفان ماء ليهلك كل الأرض وقال الرب الإله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أنا مقيمه بيني وبينكم وبين كل نفس حية معكم إلى الأجيال الدهرية أجعل قوسي في السحاب
فيكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، ويكون عندما أنشر سحبا على الأرض تظهر قوسي في السحب، وأذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، ولا يكون أيضا الماء طوفانا ليهلك كل جسد، وتكون قوسي في السحب فأبصرها، لا أذكر ميثاقا أبديا بيني وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي جعلته بيني وبين كل جسد على الأرض. بروكيمن باللحن السادس من المزمور 68: خلاصك يا الله فليعضدني، فيبصر ذلك الفقراء ويفرحون. كالفصون حكمة فلنستقيم، نور المسيح مضيء للجميع. قراءة من سفر الأمثال: حكمة فلنصغي، فم الفهيم يمدحه الناس، والعاجز القلب يتهزأ به إنسان يخدم ذاته في حال الهوان، أفضل ممن يجعل لنفسه إكراما وهو محتاج إلى الخبز. الصديق يترأف على نفوس بهائمه، أما أحشاء الملحدين فعادمة أن تكون رحومة. من يعمل أرضه فسيشبع خبزا، والذين يسعون وراء الأباطيل ناقصو التمييز. من يوجد مستلذا في مجالس الخمر فسيحصل في حصونه هوانا. شهوات الملحدين ردية، وأصول الحسني العبادة في حصون الحياطة. الخاطئ يقع في الفخ لأجل خطيئة شفتيه، والصديق يفلت من الفخ. من ينظر نظرا متقوما فسيرحم، ومن يلتقي عند الأبواب يغم النفوس. من أثمار فم الرجل تشبع نفسه خيرات، وسيعطى مكافآت شفتيه. طرق الجهال مستوية لديهم، والحكيم يسمع المشورة. الجاهل يذيع غيظه وسريعا، والمكر يكتم إهانته. الصديق يذيع أمانة ظاهرة، وشاهد الظالمين غاش. يوجد قوم يجرحون بأقوالهم كبسيف، وألسن الحكماء تشفي. الشفاه الصادقة تقوم بالشهادة، والشاهد السريع له لسان ظالم. في القلب المخترع الشر غش، والذين يريدون السلام يفرحون. الصديق ما يرضيه شيء ظالم، والملحدون يستوعبون شرورا. الشفاه الكاذبة رذالة عند الرب، ومن يعمل الصدق مقبول عنده. كاتف ثين ثيتوي بروس فيموم أستبي أما إنوبيون سوم Parsiston hieron mou thysian esperin. يا ربي إليك صرخت فاستمع لي، استمع لي يا رب. لتستقم صلاتي كالبخور أمامك، وارتفع يدي ذبيحة حاري.
فارسا على فمي وبابا حصينا على شفتي. لتستقم صلاتي كالبخور أمامك وليكن رفع يدي كذبيحة قلبي إلى كلام شر فيتعلل بعلل الخطايا. لتستقم صلاتي كالبحور Πατρίκε Υιό και Αγίο Πνεύματι. Λιταστάπεμ σαλάτι مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب وإلهنا نتضرع. إليسنك حكمة فلنستقم ولنستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب المجدولات. قال الرب: أنا الباب،
إن دخل بأحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعاً. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فإنما أتيت لكيما تكون لهم الحياة وتكون لهم أوفار. أنا الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أما الأجير الذي ليس براع وليست الخراف له فيرى الذئب مقبلاً فيترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، وإنما يهرب الأجير لأنه أجير ولا يهمه أمر الخراف. أنا الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما إن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأبذل نفسي عن الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بها أيضا، وستسمع صوتي وتكون رعية واحدة. وراع واحد. لك يا رب المجد لا لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. أيها الرب الضابط الكل لها بينا نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس سنين عديدة يا سيد، وكل أخوتنا في المسيح. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. أيها الرب إلهنا، تقبل من عبيدك هذا التضرع الإبتهالي، وارحمنا بحسب كثرة رحمتك، واسبغ رأفاتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صلوا أيها الموعوظين للرب، أيها المؤمنين مؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب يا رب ارحم، لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم واعضد واحفظهم يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. أيها الموعظون احن رؤوسكم للرب. لك يا رب. يا الله إلهنا خالق كل الكائنات وبارئها، يا من يشاء أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، اطلع على عبيدك الموعوظين وانقذهم من الضلال القديم ومن حيل المضاد، وانتذبهم للحياة الأبدية بإنارة نفوسهم وأسادهم، ودمهم إلى عدد رعيتك الناطقة المدعوة
باسمك القدوس لكي يمجدهم أيضاً معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال. أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كل الموعوظين أخرجوا، أيها الموعوظون أخرجوا، يا كل الموعوظين أخرجوا، لا يبقى أحد من الموعوظين. يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أيها الإله العظيم المسبح، يا من بموت مسيحه المحيي نقلنا من البلا إلى عدم البلا، أنت أعطق جميع حواسنا من الأهواء المميتة، وأقم لها النطق الداخلي رئيسا صالحا، واجعل أعيننا تنفر من كل منظر خبيث، وأذننا لا يتركها كلام بطال، وألسنتنا سالمة من الأقوال غير اللائقة. وطهر شفانا التي تسبحك يا رب، واجعل أيدينا تبعد عن الأعمال القبيحة وتفعل ما يرضيك فقط، وحسن كل أعضاءنا وأذهاننا بنعمتك، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. إننا نطلب إليك أيها السيد القدوس الفائق الصلاح الغني في الرحمة أن تكون شفوقا متعطفا علينا نحن الخطأ، وأن تجعلنا أهلا لاستقبال ابنك الوحيد إلهنا ملك المجد، فها إن جسده الطاهر ودمه المحيي يمران عابرين في هذه الساعة، ومزمعين أن يوضعا على هذه المائدة السرية، محفوفين بجمع غفير من الجنود السماوية على حال غير منظور. وهبنا أن نتناولهما غير مدينين، حتى إذا استنارت بهما حدقات أذهاننا نصبح أبناء للنور والنهار. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. يا رب ارحم. بحسب موهبة مسيحك الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد. الله. إن القوات السماوية تشاركنا الآن في العبادة غير منظورة، فها إن ملك المجد يمر عابرا، فإن ذبيحة سرية مكملة تزف. تشاركنا الآن في الخدمة غير منظورة، فها إن ملك المجد يمر عابرا. إن القوات السماوية تشاركنا الآن في العبادة غير منظورة، فها إن ملك المجد يمر عابرا. تزف تشارك Ayy, vanga,
صلوات أبائنا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. آمين. ها هي الذبيحة السرية المكملة تزف فلنتقدم بإيمان وشوق لنصير شركاء السابق تقديمها وتقديسها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبح السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي
يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا الله بنعمة. يا رب ارحم أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاما مياً وبلا خطيئات من الرب نسأل. استجب يا رب ملك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. باراشكو كيريه غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. باراشكو كيريه ان نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. استجب يا رب ان تكون اواخر حياتنا مسيحية سلامية وبلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. باراشكو كيريه بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب يا إله الأسرار التي لا ينطق بها لسان ولا رأتها عين، يا من عنده كنوز الحكمة والمعرفة الخفية وقد أعلن لنا هذه الخدمة وأقامنا نحن الخطأ عن كثرة محبته للبشر خداما، نقدم له قرابين وذبائح عن خطايانا وجهلات الشعب. أنت أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار، الصانع العظائم التي لا يصبر غورها والمعجزات المجيدة الباهرة التي لا عدد لها، انظر إلينا نحن عبيدك الماثلين لدى هذا المذبح المقدس كأننا لدى عرشك الشربمي وعليه مستريح ابنك الوحيد إلهنا بالأسرار الرهيبة الموضوع عليه. واعتقنا نحن وشعبك المؤمنين من كل نجاسة وقدس نفوسنا وأجسادنا كلنا تقديسا لا يتزع، حتى إننا إذا بتناولنا هذه القرابين الإلهية بضمائر نقية ووجوه غير خازية وقلوب مستنيرة نحيا بها ونتحد بمسيحك نفسه إلهنا الحق الذي قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. حتى إذا سكن كلمتك يا رب وتردد فينا نصير هيكلا لروحك القدوس الواجب السجود له، فننجو من كل حيلة شيطانية تحيق بنا بالفعل أو بالقول أو بالفكر، ونحظى بالخيرات الموعودين بها مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ الدهر. وأهلنا أيها السيد أن نجسر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي، ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة،
لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. اللهم يا من هو وحده الصالح المتحنن الساكن في الأعالي والناظر ما هو أسفل، اطلع بناظر الحنو على كل شعبك واحفظه، وأهلنا جميعا لتناول أسرارك هذه المحكية غير مدنين، فإننا لك قد أحنينا رؤوسنا نتوقع منك الرحمة الغنية. بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. فلنصغي المقدسات السابق تقديسها للقديسين. قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب. آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، وأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. هانذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. قبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. قد أشغفتني بشوقك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قدسي كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فأني تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، ما أنك محب البشر. أيها السيد المحب البشر رب يسوع المسيح إلهي، لا تصل لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير نفسي والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتي والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح للالتصاق بالله، وأنا أجعل رجاء خلاصي على الرب. بني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. أبارك الرب في كل حين على الدوام تسبحته في فمي، بالرب تفتخر نفسي ليسمع الوداء ويفرح. عظم الرب معي ونرفع اسمه جميعا. تمست الرب فاستجاب لي ومن جميع أحزاني نجاني. تقدموا إليه واستنيروا وجوهكم لا تخزى. هذا الفقير صرخ والرب استجاب له ومن جميع أحزانه خلصه.
ملاك الرب يحرس حول خائفي ونجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قدسي، فإنه ليس الذين يتقونه إعواز. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يلتمسون الرب فلا يعوزهم أي خير. هلموا أيها الأبناء واستمعوا لي فأعلمكم مخافة الرب. أي إنسان يريد الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة، صل لسانك عن الشر واستفيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واسعى وراءه. عينا الرب إلى الصديقين وأذناه إلى طلبتهم. وجه الرب على صانع الشر ليمحو من الأرض ذكرهم. صرخ الصديقون فاستجاب للرب، ومن جميع أحزانهم نجاهم. قريب الرب من مستحقي القلوب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب عظامهم كلها، واحد منها لا ينكسر. موت الخطأة شر، والذين يبغضون الصديق أثمون. الرب يفتدي نفوس عبيده، وجميع الذين يتكلون عليه لا يأثمون. أرفعك يا إلهي وملكي وأباركك، وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى أبد الأبدين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى مدى الدهر وإلى أبد الأبدين. إن الرب عظيم ومسبح جدا، وليس لعظمته منتهى. جيل بعد جيل يمدحون أعمالك ويخبرون بقوتك، ويتكلمون بعظيم جلال قدسك، ويتحدثون عن عجائبك، وبقوة مرهباتك ينطقون، وبعظمتك يتحدثون، وبذكر كثرة صلاحك ينطقون، وبعدلك يتهللون. أرب رحوم ورؤوف طويل الأنا وكثير الرحمة، أرب صالح للجميع ورأفاته على كل أعماله. لتعترف لك يا رب جميع أعمالك، وليباركك الرب أبرارك. إنهم يتحدثون عن مجد ملكك ويتكلمون عن قدرتك، لكي يعرفوا بني البشر قوتك ومجد وجلال ملكك. ملكك ملك جميع الدهور، وسلطانك في كل جيل. أرب صادق في كل أقواله، وبار في جميع أعماله. أرب يعضد كل الساقطين وينهض كل جميع المهشمين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتملأ كل حي سرور. أرب عادل في كل طرقه، وبار في جميع أعماله. أرب قريب من جميع المستغيثين به، من جميع المستغيثين به بالحق، ويتمم مشيئة خائفيه، ويسمع تضرعهم ويخلصهم. رب يحفظ جميع محبيه ويستأصل جميع الخطأ. بتسبيح رب ينطق فمي، وليبارك كل ذي جسد اسمه القدوس مدى الدهر وإلى أبد الأبدين. ذوقوا وانظروا ما باسم الرب لمغفرة خطايا. من اليوم شريكا في عشائك سر يا ابن الله. شفاء النفس والجسد، إن هذه قد لمست شفتاك فتطهر خطاياك وتمحو أثامك. لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشا مثل يهودا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا: اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. أبارك الرب في كل حين، تسبيحته بفمي في كل يوم. ذوق الخبز السماوي وكاس حياة، وانظروا ما أطيب الرب. هللويا هللويا هللويا.
كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد سؤالنا أن يكون مساءنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. إننا نشكرك أيها الإله مخلص الكل على جميع الخيرات التي منحتناها وعلى تناول جسد ودم مسيحك المقدسين، ونطلب إليك أيها السيد المحب البشر أن تحفظنا تحت كنف جناحيك وتهبنا أن نتناول مقدساتك إلى آخر نسمة من حياتنا عن استحقاق لاستنارة النفس والجسد ولميراث ملكوت السماوات، لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى رب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بسم الله بارك يا سيد. أيها السيد الضابط الكل، يا من خلق البرايا كلها بحكمة وبعناية التي يتعذر وصفها، وبكثرة خيريته أوصلنا إلى هذه الأيام العظيمة الوقار بقصد تنقية النفوس والأجساد والإمساك عن الأهواء وعلى رجاء البعث. يا من سلم خادمه موسى بواسطة صومه الأربعين يوما اللوحين المكتوبين بأصبعه، هبنا نحن أيضا أيها الصالح أن نجاهد الجهاد الحسن ونتم شوط الصوم ونحفظ الإيمان غير متقسم، وأن نرد رؤوس التنانين غير المنظورة ونظهر غلاب للخطيئة، ونبلغ السجود للقيامة المقدسة غير مدنين. فإن اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد أظهرت حقيقة الأحوال لرعيتك دستورا للإيمان وتمثالا للوداع ومعلما للإمساك. أيها الأب البار سوفرونيوس، فلذلك اقتنيت بالتواضع الرفعة وأحرزت بالفقر الغنى، فتشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا ربي شفاعة جميع القديسين ووالدات الإله، امنحنا سلامك وارحمنا بما أنك المترأف وحدك. إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا، أعطيني أنتي. بكتاب سيدنا موجود. يا رب
يا من بكلمته جعلت كل يا من بكلمتك جعلت كل الأشياء للنفع، وأمرت الأرض بأن تأتي بالأثمار المتنوعة لنتمتع ونتغذى بها، وأوضحت الثلاثة الفتية وذنيال النبي بأكل الحبوب أبهى جمالا من المترفهين في بابل. أنت أيها الملك الكلي الصلاح، بارك هذه الحبوب أيضا مع الثمار المتنوعة، وقدس الذين يتناولون منها، فإن عبيدك قد قدموها لتمجيدك وإكرام وتذكار أبينا الجليل في القديسين سوفرونيوس بطريرك أورشليم، وعن ذكرى المتوفين على الإيمان وحسن العبادة. وامنح أيها الصالح الذين هيئوها والذين أقاموا هذا التذكار كل ما يطلبونه للخلاص، انعم عليهم بالتمتع بخيرياتك الأبدية بشفاعة القديسة مريم سيدتنا والدة الإله الكلية الطهارة والدائمة البتولية، وأبينا الجليل في القديسين سوفرونيوس بطريرك أورشليم الذي نقيم تذكاره الآن وجميع قديسيك، فإنك أنت الذي يبارك ويقدس الأشياء كلها أيها المسيح إلهنا. وإياك نمجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقدين، واهلها للحياة المغبوطة التي عندك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسيك مستريحون، فإنك أنت وحدك المنزه عن الموت. دوكسا باتريكي أوكي أيو بنفمتي، أنت إلهنا الذي انحدر إلى الجحيم وحل أوجاع الموثوقين فيه، فأنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السالف رقاده الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أياتها العذراء طاهرة ناقية وحدها، يا من ولدت الإله بغير زرع، تشفعي إليه في خلاص نفوس عبيدك السالف رقاده. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة عبيد الله السالف رقادهم البطريرك ثيودوروس، المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين، رئيس الأساقفة سيلفستروس، الأرشمندريت ثيودوسيوس سيرافيم وأونوفريوس، كيلاديون سابا، يوأكيم فوتيوس أناستاسيوس، يوفيناليوس، أمفيلوخيوس، أندرياس، أندونيس، يرمانوس، مع الكهنة بطرس موسى سابا، ميخائيل بشارة سبيريدون، جورجو ناصر وفيكتور سالم وسويلم، عبد الله أيوب، حنا حنا، إبراهيم، عيد، نيكولا، ناصر، صابا صابا، ميخائيل ميخائيل، جورج، أديب والياس، مع عبيد الله فيكتور، إيفيت، نهيل، نور، نسيب، الياس، نصيف، نبيل، جورج جورج، خميس، صليد، جورج، جميلة، إناس، عماش، عزمي، سوزان، نوال، ميس، تيسير، ماهل، كوثر، ميساء، تيسير، نصار، هاني، فيكتوريا، سمير، هدى، ميخائيل، فوزات، هاني، كمال، أيمن، فرح، كنعان، إنعام، رياض، ميخائيل، هدى، عاصي، صلتي، فوزي، رأفت، عايدة، منيرة، دلال، كاملة، نجيب، جمال، جمانة، عدي، كريمة، كريمة، يوسف، حنة، وجدي، إفلين، سهيلة، إبراهيم، موسى، سمير، جميلة، مسعدة، فوزي، وليد، عبلة، روريس، عفاف، سمر، أديبة، متري، نهى، لوريس، كمال، فيوليت، عايدة، روز، لوران، إلين، أمجد، سهيلة، فوزي، صبري،
سهيل كريم مبارك يعقوب جورج ربيع نصار سلمان وحيد هالة فوزية فيفيان رؤوف أمل برناديت إلياس سميح جريس هاني بطرس حنا سميرة رسمي سهير فرح فومي أديبة سعاد هاني إدني مريم سامي مريم ماجد جوليت يعقوب إلياس آني سهام سعاد نعمات سمير هند فيوليت سمير مريم سامي ميخائيل فائق ماتيل فوتين مديعة سعاد زكي منصور عصام نعمات عاصي وداد رضا مراد ماري جليل خليل جليل حنا شهاد جليلة عيسى فؤاد هند فضة هنية سلوى ليندا رائد عدلة ذيب سلوى سليم غزالة عايدة فواز أدمون أمل سعاد إبراهيم من أجل غفران جميع ذنوبهم الطوعية والكرهية كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون أن يرتب الرب الإله نفسكم في المكان الذي فيه الصديقون مستريحين فيه وأن ينالوا رحمة الله والملكوت السماوي وغفران خطاياهم من المسيح ملكنا وإلهنا الذي لا يموت نسأل يا رب ارحم إلى الرب نطلب يا ليسون يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه أنت يا رب أرح نفوس عبيدك السالف رقادهم وذكرهم في مكان النير في موضع خضرة في مقر انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد وبما أنك الإله الصالح المحب البشر اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها إما بالقول أو بالفعل أو بالفكر فإنه ليس من إنسان يحيى ولا يخطئ بل أنت وحدك يا رب منزه عن الخطيئة برك بر إلى الأبد وكلامك أحق إلى الرب نطلب يا رب ارحم لأنك أنت القيام والحياة والراحة لعبيدك السالف رقادهم وذكرهم مع عبدك سبيرو أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين أيونيا إمنيمي أيونيا أفطون إمنيمي ذكرهم وابد ذكرهم وابد فليكن ذكرهم وابدا ذكرهم وابد ذكرهم وابد فليكن ذكرهم وابدا الرب مباركا من الآن وإلى الدار ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار من الآن وإلى الدار ليكن اسم الرب مباركا بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين لآن وكل وان وإلى دهر الداهرين المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من أنت عجيب في قدسيك أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم
بقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديس نكتاريوس العجائبي أسقف المدن الخمس شفيع هذا الدير المقدس، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس العظيم في الشهداء خريستوفوروس وأمنا البارة مريم المصرية، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين عدم الفضة وشافي المرضى كوزما وذميانوس كيروس ويوحنا بانديليمون وإرمولاوس، والقديس إفرام والقديس نيكيفوروس الأبرس، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وأكيم وحني، وتذكار القديس سوفرونيوس بطريرك القدس، والقديس ثيوفانيس وجميع والذين أقيم تذكارهم اليوم، وجميع وأبينا الجليل في القديسين، غريغوريوس ليديالوغوس كاتب هذه الخدمة الإلهية الشريفة، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر. لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. أمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة. أبنائي صباح الخير، نعمة ربنا تكون معكم. اليوم سوينا قداس السابق تقديسه، مع أنه اليوم الثلاثة عملنا في البداية صلاة السحرية، وبعد صلاة السحرية عملنا الساعات، والساعات بعدها عملنا الغروب اللي هو قداس السابق تقديسه مع الغروب، عشان عنا اليوم عيد القديس سوفرونيوس بطريرك القدس. قديس سوفرونيوس معروف إلنا كتير، هو من أحد بطاركة القدس اللي على زمنه مدينة القدس الحبيبة اتعرضت لحروب الفرس، انأسر البطرك زكريا مع 5000 من المسيحيين لبلاد الفرس. القديس سوفرونيوس استلم العرش، عرش البطريركية، كخليفة القديس يعقوب أخي الرب، مع شعب كان كتير متأثر بسبب الأحداث المؤلمة اللي صارت بهذيك الفترة. وبعد سنوات قليلة برضو انحاصرت القدس من قبل العرب، اللي طلب هو ملاقات الخليفة عمر بن الخطاب اللي جاء للقدس والتقى فيه بعد حصار طويل للمدينة. بوجوده في المدينة القدس وفي المنطقة كان دائماً يعزي الشعب، وفي له وعظات كثيرة إيمانية وروحية، وكثير من الترانيم والتروباريات موجودة في الكنيسة للقديس سوفرونيوس بطريرك القدس. كان يعزي أبناء الكنيسة بالإيمان بالصبر، ويعطيهم قوة من ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وقديش نحن اليوم محتاجين كمان لشفاعته هو من فوق من الكنيسة الظافرة، حتى كمان يحمي بلادنا من كل الأعداء المنظورين والغير منظورين، ويبارككم أبنائي جميعا. وبنتمنى كمان للشماس أبونا سوفرونيوس اللي اليوم كمان بيحتفل لأول مرة بعيد شفيعه بعد صيامته شماس، بنتمنى له خدمة شموسية مباركة، خدمة في الكنيسة مليئة بالعطاء بالنعمة والبركة والقداسة، وربنا يعطي هو وزوجته كل نعمة وبركة حتى يستمروا بحياتهم الروحية ليتمجد ربنا من خلالهم. كل سنة وانت سالم أبونا. أبنائي نعمة ربنا تكون معكم، العذراء تحميكم تكون معكم. وحبيت اليوم كمان إنه من خلال القداس الإلهي إنه نرفع كلنا مع بعضنا
صلاي زي كل يوم، اللي دائما الصلاي هي اللي بتعطينا تعزية وبتخلي وجودنا في البيت ما يكون وجود روتيني اللي فيه نشعر وكأننا موجودين بسجن. لا أبنائي، بدي إياكم تكونوا فرحين، بدي إياكم تكونوا مبسوطين، مليئة قلوبكم بالرجاء والتعزية، ما تشعروا إنكم بسجن. نحن مش بسجن، لما منكون مع المسيح منكون في نعمة وبركة. عشان هيك كتير مهم إنه في قلبنا يكون في سلام وفي ضميرنا يكون في حرية، هيك منقدر نعيش يومنا بسلام بفرح وبركة، ومنقدر نشوف كل العطايا اللي حوالينا موجودة نشكر ربنا عليها ونحاول نستثمرها حسن الاستثمار. ربنا يبارككم أبنائي، كل سنة وانتم سالمين، نعمة ربنا تكون معكم. صباح الخير.